يوم الأربعاء اللي فات كان يوم التراث العالمي، والعالم كله كان بيحتفل بيه، والقاهرة كانت إحدى المدن اللي احتفلت بيه. وكان من ضمن الاحتفاليات عدة ندوات ومؤتمرات حول التراث وخاصة الحرف التقليدية. حول الاستثمار في الحرف التقليدية بيسعدنا يكون معانا الدكتورة وهاد سمير، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية. أهلا بحضرتك اهلا دكتورة. وسهلا، اهلا بيك. دكتورة وهاد، يعني أهمية الدور التنموي اللي ممكن تلعبه الحرف اليدوية أو الحرف التقليدية. بصي، الحرف التقليدية انا من وجهة نظري شايفة ان ده اقتصاد مصر. اقتصاد مصر لو احنا بصينا المعوقات والحرف وازاي ان احنا نعمل لها تنمية في الوقت الحالي اكتر مما هو فيه، لان طبعا في تنميه دلوقتي، دي هتساعد الاقتصاد القومي بتاعنا. لان انت عندك اي، ما فيش دول في العالم عندها كميه الصناعات ولا المهارات ولا الصناع المهره زينا، او طيب اسطوات الصنعه بمعنى اصح. طيب احنا مصر بتتميز اسطوات الصنعه على مر التاريخ، الصناعات بتاعتنا على كل العصور فيها مراحل. احنا بيجي لنا فترات اضمحلال وفترات ازدهار، لكن صناعاتنا ما زالت قويه زي ما هي، فما فيش بلد بتضاهينا في دي. فطبعا لا، احنا مصر فيها صناعة قوية جدا جدا، التنمية فيها حاليا في تنمية في الحرف، يعني بالعكس احنا كمية المعارض زادت جدا عندنا في الحرف التقليدية دلوقتي، يعني كحكومة، كمعارض رسمية حكومية، كمعارض خاصة داخل مصر، كمعارض خارج مصر. مصر بترشح ناس تسافر فيها وبتعرض المنتجات بتاعتها في المعارض الخارجيه زي الداخليه. فبدا ده، احنا ما كانش ده عندنا الاول. احنا ما كانش عندنا غير لما بتعوزي تشتري حاجه تراثيه بتنزلي شارع خان الخليل بس، هو ده اللي كان، يعني ما كانش فيه المعارض بالشكل المعرض اللي تروحي وتتجولي فيه. لينا بالظبط حوالي 7 8 سنين بدا يبقى فيه معارض، بس كانت كل سنتين ثلاثة يبقى فيه معرض ويحطوا الحرف، عارفة، حتة صغيرة كده، كأننا ايه بنقول ايه، لا يعني ايه، مش قادرين نظهرها. لينا سنتين بصراحة الدولة عاملة مجهود مع الصناعات الصغيرة، بقى في معارض متخصصة للحرف اليدوية. جميل. يعني احنا كنا قبل كده بقالنا فترة اصلا بنتكلم عن الصناعات الحرفية، بنقول ان الصناعات الحرفية دي فقدت اسطواتها او المتخصصين فيها بسبب السياحة، مشكلة تدهور اوضاع السياحة. مدى تأثر الحرف التقليدية بضعف السياحة او انخفاض معدل السياحة؟ هقول لحضرتك، طبعا السياحة لها دور كبير جدا 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 في ان نسبة العاملين في الحرف قلوا، او اللي هم شيوخ الصنعة، اللي هم في شيوخ الصنعة ما زالوا. يعني احنا في حرف التجفيف على الفضة مثلا، كل الفاضل فيها عيلة واحدة فيها 11 فرد اللي بيمارس المهنة فقط، عيلة ما فيش حد تاني. يعني حتى في الندوة كان معانا القصة اللي هو كبير باباهم، اللي هو الوحيد اللي يعتبر معاه سر المهنة، علم أولاده، لكن ما فيش غيرهم بيشتغل في المجال ده خالص. فدول يعتبروا آخر جيل في صناعة التجفيف بالفضة على النحاس. احنا عندنا السياحة أثرت فينا جدا طبعا، لأن المنتجات الحرفية كان بياخدها مين؟ بياخدوها السياح بنسبة كبيرة جدا، إذا كانت بتتباع في شارع المعز، إذا كانت بتتباع في البازارات، الحاجات دي. احنا مش هقول بس ده، احنا حصل عندنا فترة اللي هي كنا بنستورد فيها من الصين، حصل فترة ان بقت الناس كلها بتتجه لده، لرخص الخامات. يعني منتج بيجي رخيص جدا جدا، الفينش عالي قوي لان معمول بمكن ليزر مش معمول يدوي، فبالتالي انت بتاخدي قطعه من مصر بس صنعه في الصين بفلوس قليله جدا بفينش كويس. فده خلى مع ضعف السياحة، ان السياحة كان عددها قليل، بس في الوقت الحالي اللي احنا فيه ما شاء الله مصر فيها سياحة عالية جدا جدا. انا كنت لسه من حوالي اسبوعين في الهرم، كمية الاعداد السياحة اللي كانت موجودة والناس اللي كانت موجودة في الهرم، انا نفسي كنتش متخيلة كده، اتوبيسات مليانة. فكانت جميلة جدا ان انا على الواقع شايفة ان السياحة بترجع. بقى عندنا اتوبيس، كنا الاول لما بنشوف اتوبيس واحد معدي بنقول عندنا اتوبيس، عندنا مثلا حتى لو مش مليان بس عندنا سياحه. لا، انت تشعري بقى بالفخر لما تلاقي مثلا هرم مش تلاقي مكان تقفي من كتر الاتوبيسات اللي واقفه. فده ان السياحه بترجع تاني لمصر. طبعا الصناعه اليدويه مش معتمده بس على السياحه دلوقتي، هم بيشتغلوا بداوا يعتمدوا على السياحه الداخليه.
يعني ايه الصحه الداخليه؟ يعني الافراد العاديين، احنا كنا دايما الشغل كله موجه للخارج، بعد الاحداث اللي حصلت والفتره اللي كان فيها السياحه واقفه خالص، يعني كان في فترات ما فيش سياحه خالص عندك في مصر، بدا الفنانين او الصناعيه يبتدوا يتجهوا ان هم بيعملوا حتى التصميمات والشغل تتناسب مع البيئه المصريه، مع بيوتنا المصريه. فده برضو عمل نوع من الرواج ليهم، ان هم بداوا بيشتغلوا على المحلي لغايه ما السياحه الخارجيه ترجع. مش هقول لك ان هم يعني برضو ان كلهم شغالين بصراحه، فيهم ناس شغالين كويس جدا جدا، وفيهم ناس لسه بتحاول ان هي ترجع السوق تاني، لان الفتره اللي نزلوا فيها الشغل اللي هو المستورد من الصين عملت نوع من قتل الصناعه المصريه. انت بتروحي تلاقي تمثال ابو الهول 3 4 جنيه قد كده، حاجه فينش عالي جدا وبالظبط كوبي، لانه مكن. احنا مصر بنتميز بايه؟ صناعنا المهره واسطواتنا بيتميزوا بالمهاره اليدويه اللي لا يضاهيها اي شيء. انت لما بتقعدي تشتغلي ولا تشوفي، يعني احنا كنا في الندوه كانت ميزه يوم الاربعاء ان شارع المعز ده كله كان معرض حرف وصناعات، افراد خريجين جامعه، ناس هو بيشتغلوا اسطوات الصنعه، كان جامع من كله. فانت قاعده بتتفرجي على الناس دي وهي بتدق قصادك، كانت حاجه جميله جدا جدا ان انت تشوفي ده الفعل، وتشوفي الشيخ الصنعه هو قاعد بيشتغل، وتشوفي الشباب وهم قاعدين بيشتغلوا، فرق الاجيال والتقنيات المختلفه والمنتج، يعني ممكن ده بيعمل نحاس وده بيعمل نحاس، بس ده فكر وده فكر. فمثلا اسطوات شغالين على الطراز القديم، او ان هم بيعملوا مستنسخات قديمه من اللي كانت موجوده. الشباب واخد نفس التقنيات بس بيعمل لك بتصميمات حديثه تتمشى مع ده. فرق الاجيال ده كان حلو جدا، ان انت بتشوفي الشباب شغالين ايه والاساتذه، انا بسميهم الاساتذه الاسطوات، شغالين ازاي. ان هو ممكن تلاقي الشاب قايم عشان يروح يساله هو حضرتك بتعمل دي ازاي، ويقف يتعلم ويبص عليه، يعني ان هو قاعد الراجل بيشتغل بايده من الساعه 12 الظهر للساعه 7 المغرب، برضو فتره كبيره 7 ساعات، وبيتفرج عليه وهو بيشتغل حته حته، وازاي الدقه، وازاي ان هو حريص على الخامه اللي هو بيشتغلها، لان هو عارف تكلفتها وعارف قيمه المنتج وقيمه الخامه اللي في ايديه. ممكن الشباب الصغير يبقى مش مقدر دي، فكانوا انا شفتهم كنت واقفه بتفرج عليهم وهم بيتفرجوا على الاسطوات، لان كانت جميله جدا. الحاجه الثانيه ان احنا السياحه يعني ان شاء الله طبعا ترجع اقوى مما من اللي احنا فيه، بس انت عندك سياحه في برضو شرم الشيخ، السياحه رجعت فيها، الاقصر السياحه شغاله فيها كويس بجانب القاهره. شارع معز دلوقتي انت بتخشي ما بتعرفيش تمشي فيه من كتر الوفود والناس اللي موجوده فيه، وقرار ان احنا نبطل نستورد المنتجات اللي هي التراثيه دي من بره، ده بصراحه عمل ان خلى الاسطوات والصناعيه وكل الورش بقى عندها عارفه حب ان هم يرجعوا يشتغلوا تاني، ينتجوا بكثره، خلاص عرفوا ان السوق راجع لهم تاني، فده خلاهم عايزين يشتغلوا اكتر مما هم حابين. بالعكس ده هم بيدوروا دلوقتي ازاي يصدروا، الناس اللي ما بتصدرش فيهم كانوا بيتكلموا عايزين نصدر، عايزينكم تساعدونا نصدر ازاي لبره، عايز افتح اسواق جديده، عايز اعلم الشباب المهن اللي هي قرابه تندثر، دول هم نفسهم بيقولوا احنا عايزين شباب نعلمهم عشان المهنه، يعني ربنا يديهم الصحه والعمر يا رب، لما هيتوفاهم الله خلاص ما فيش حد تاني، فالمهنه هتندثر زي مهن كتيره اندثرت عندنا. هل في حصر بالمهن والحرف اليدويه التقليديه في مصر؟ محافظة القاهرة عملوا وعاملين مشروع مع اليونسكو بان هم عملوا حصر في القاهرة لجميع الحرف الموجودة بعدد الورش الرسمية والغير رسمية، والموقع اتفعل بتاع اليونسكو من حوالي 15 يوم، نزل عليه الصور والمواقع بتاعت الحرف، ودي حاجة جميلة جدا، لان احنا كان الحاجة الرسمية الموجودة عندنا الورش اللي هي ليها سجل تجاري وبتقدر بيه، عندنا الاف الورش غيرهم اللي هم ما عندهمش سجل تجاري، حتى لما كنت بتروحي تتكلمي معاهم مثلا وبنعمل بحث او عايزين نسالهم كانوا هم ما بيرضوش يدوكي اي بيانات، خايفين ان انت مثلا تسببي لهم في مشكله، تقفلي لهم الورشه، يحصل مشاكل، ما عندهمش بتقدر بيه، كانوش بيرضوا يحكوا معانا خالص. لكن الفتره اللي فاتت بصراحه الفريق بتاع محافظه القاهره مع القاهره التاريخيه مع اليونسكو قدر يعمل المجهود دوت، ان هم قدروا يخترقوا الورش وياخدوا بيانات بجد من الناس تسجل رسمي، يعني هو ما عندوش بطاقه ضريبيه لكن بيمارس المهنه، فبالتالي بدا يبقى في حصر للاماكن فين في القاهره، الاماكن اللي بيتم فيها
الصناعات والورش. الورش دي عايزه تطوير، طب هل يا ترى ينفع المكان اللي فيه نحط لها مكن ولا ما ينفعش؟ ما انت ممكن الورشه قديمه في بيت قديم، فانت ما تقدريش تجيبي له مكنه كبيره، او الورشه حجمها صغير فانت ما تقدريش تدي له مساحه، غير لما بتروحي تشوفي مساحه الورشه فتلاقيه مثلا واخد دور ارضي في بيت كبير، تقدري تساعدي تجيبي له مكن، تطوري له الورشه بتاعته، تجيبي له افراد شباب يدربهم. فكل ده هم عملوه بصراحه، طلعوا بمعلومات قيمه جدا جدا، وتم نشرها على صفحه اليونسكو عن ان القاهره او مصر فيها حرف تقليديه. جميل. يعني من المدن الاخرى برضو اسوان والاقصر فيها مهن حرف فيها، هي تقليديه تعتبر كتير. في مصر كلها يعني عشان يعني سوري الكلمه بس خانتني، في مصر كلها مش القاهره، لان هو بالتوازي مع الدول الاخرى. يعني برضو على الخريطه هتلاقي تونس فيها الاماكن اللي فيها الحرف، السعوديه فين الحرف، الاردن فين الحرف، المغرب فين الحرف، فهكذا يعني مشوا بالدول. فمصر اخيرا اتحطت على خريطه اليونسكو كحرف تقليديه، ايه الحاجات اللي عايزه يتم تطويرها، وايه الصناعات اللي قربت تندثر، ومين العدد الافراد القائمين فعلا على المهنه. فدي كانت حاجه مهمه جدا هتنفع حتى الباحثين بعد كده في الحرف التقليديه. طيب علاقه الحرف التقليديه بالتنميه، يعني عاده التنميه مرتبطه بالصناعه، مرتبطه باستصلاح اراضي، لكن طبعا ما يتعلق بالحرف التقليديه. هقول لك التنميه، انت بتنمي عشان تنمي، ما انت محتاجه دخل ومحتاجه اقتصادك. الصناعات بتاعتنا دي يعني، لو انا عن نفسي نفسي اتمنى ان مصر دي كلها تتحول الى بيوت مصنعه زي الصين بالظبط. الصين مش احسن مننا، وعندنا عدد افراد، احنا في ناس بتشتكي من زياده الزياده السكانيه، احنا الزياده السكانيه نقدر نستغلها ايدي عامله، ان احنا نخلي فكره ان كل العائلات تشترك وتشتغل. ويمكن دلوقتي بقى في وعي شويه عن زمان بموضوع التدريب، بموضوع الحرف، ان يبقى في حرفه، او الشباب ان هم حابين يتعلموا ويفتحوا مشاريع خاصه بيهم. ما بقاش الشاب دلوقتي بيتخرج وبيدور على شغل، لا، هو طالب بيتعلم وبتبتدي ينتج ايا كان الحرفه اللي هو بيستعملها. ده نوع من انواع التنميه، انت بتوجهي الشباب بدل ما هو يبقى قاعد ببطاله، او بعد ما يتخرج يقعد يفكر هيشتغل ايه، طب هيجي له تعيين حكومي، لا، هو ما بقاش بيفكروا في ده، بقى بياخده على طول دلوقتي ان هو وهو طالب او اول ما يتخرج يفتح مشروع يبتدي يشتغل. ما هو المشروع ده هو هيكسب منه، انت بتعملي برضو تنميه للبلد، ان انت عندك شباب واعي بالدنيا كلها حواليه، ما بيتعرضش لاي فكر ارهابي او ده، زائد ان هو بيدخل دخل ليه، لو هو صدر بيدخل دخل لمصر، فبالتالي ده بيعمل نوع من انواع التنميه. كمان قيسي بقى فرد باصحابه عيلته، يعني بصي هو فرده بتكبر المساحه ليه؟ لان هو بالبيئه المحيطه بيه، اذا كان بقى اصحابه قرايبه وهكذا من محافظه لمحافظه. يعني دلوقتي احنا في شوارع بنسمع عنها مشاريع للشباب، ما كانتش دي موجوده قبل كده. بتخشي الشارع المحافظه عامله ده للشباب، انت بتخشي الشارع عباره عن باكيات للشباب عارضين فيها المنتجات بتاعتهم. الشباب دي وسيله ان هم لقوا يعرضوا بمساندة الدولة، وفي نفس الوقت بيعرضوا المنتجات بتاعتهم بيكسبوا وبيبيعوا، وانت بتدخلي عملة تانية للبلد، لان بدأ دلوقتي السياح اللي بيجوا عايزين يروحوا يشوفوا الشباب المصري اللي بيشتغل، او اللي هو فاتح مشاريع زي بره، زي ما كنا بنسمع عن بره، تنزلي شارع تلاقي ناس بترسم، وناس بتعمل موسيقى، وناس بتبيع اكل، وناس بتعمل صناعات صغيرة في الشارع. ده بقى متوفر عندنا في مصر دلوقتي، فانت حتى ده بيشجع كمان مش السياحه الداخليه بس، بيشجع السياحه الخارجيه لما بيجوا عايزين يروحوا يشوفوهم، بيصوروا ده وبينزلوه بره عندهم على المواقع الاجنبيه، ان احنا عندنا تنميه وتطوير، وان الشباب بتوعنا مش قاعدين. جميل. كان في مشكله لما اتكلمنا مع الحرفيين ان المواد الخام نفسها اللي بيشتغلوا بيها الحرف بتاعتهم غاليه جدا، وبيضطروا يستخدموا خامات درجه تانيه مما يقلل من جوده المنتج. كيف يمكن ان نحل هذه المشكله؟ هقول لك، هي طبعا دي مشكله كبيره جدا، ان فعلا بعض الخامات زادت نظرا لارتفاع سعر الدولار، واحنا بنستورد الخامات دي زادت جدا. حتى لو مش بنستورد الخامه من مصر هنا، مش هننكر ان التجار بقوا بيغلوا السعر جدا، فلل
ما هو لو اشتغل بالخامة الأساسية المنتج بتاعه هيبقى غالي جدا، الفئة اللي هتشتري المنتج الغالي دي عددها قليل جدا، فهو ممكن يقعد شهر وما يبيعش حاجة، في حين ان هو لو استعمل الخامة البديلة دي مش هيبقى فيها عيوب يعني برضو، او مش هتأثر قوي على المنتج، لكن هتقلل من التكلفة الفعلية، فبيضطر الصانع ان هو يستعملها علشان يقدر يبيع منها. الدولة دلوقتي بتحاول ان هي توحد جهودها كلها لان هم يسيطروا شوية على الاسعار بتاعتنا، واحنا للأسف معظم الخامات الخاصة بالحرف التقليدية في جزء منها بيئي تماما موجود من البيئة، فده ما فيهوش اي مشكلة في الاسعار، لكن في جزء تاني اللي هو المستورد بره هي المشكلة اللي بتقع هنا، زي بتستوردي بالدولار والتاجر الكبير بيدي تاجر التجزئة، اعمال ما بتروح للحرفي عشان يشتغل بيها بيبقى زادت 3 4 اضعافها، بتقف عليه تكلفه عاليه جدا جدا، في حين ان دلوقتي بدا يبقى في تعامل بين الصنايعي والتاجر الاساسي المستورد، بدات الناس تدور بايه، بدل ما ناخد فلان، طب ما فلان بيشتري من فلان، طب انا اروح اشتري من التاجر واوفر المراحل اللي في النص اللي انا بمر عليها وبدفع لها فلوس، كل دي فلوس هو الصانع غصب عنه مش بمزاجه بيضيفها على المنتج للبيع الاستهلاكي، يعني انا خلصت القطع بحسب تكلفتي اشتريت خاماتي قد ايه ووقتي وبسعرها، ما بيجي بيسعرها بيلاقي انها غاليه جدا، ليه؟ هو اوريدي شاري الخامه غاليه جدا، لكن لما بيروح للمستورد الرئيسي دلوقتي بياخد منه يبقى التكلفه المراحل اللي في النص اللي هي التاجر التجزئه الكبير لتاجر التجزئه اللي في النص بياخدها دي اتشالت مع عليه، فبالتالي سعر المنتج بيطلع بسعر مش مبالغ فيه، وبرضو الناس بقى عندها وعي ان ده غصب عنهم، هو مش بيغلي السعر، هو ممكن يبقى المكسب بتاعه لا يتعدى 20% من ثمن القطع، زمان كنا بنحط 100 و200 و300 ده المكسب على القطعة، كانت اسعار رخيصه، الاعداد كانت كبيره في الشغل وكان الشغل عليه طلب كبير، فهم دلوقتي قللوا المكسب بتاعهم جدا، لكن مش يعني عارفه يعني ايه، في حاجات لسه مش هيقدروا يسيطروا عليها، لازم لما يعني يبقى فيها تكاتف وزارات كتيره مع بعض، مش افراد، هي دي وزارات كتيره مع بعض، وان هم سعر الدولار ينزل شويه، لكن طول ما سعر الدولار غالي كده عمر ما هيقدروا يرخصوا الخامه، انت اوريدي مستورداها، وبعدين ده في التاجر احيانا ده يعني اساسا ما بيبقاش اشتراها، هي موجوده في المخزن، يجي يقول له عايز اشتري مثلا كمال فلوني، يقول له اه اصل مش موجوده لسه ما جاتلناش، الشحنه تيجي كمان 10 ايام، ليه؟ عشان فتره ال 10 ايام دي سمه ان هيبقى فيه زياده في الدولار او في الاسعار، هو هي عنده في المخزن بس راح ضاعف لك السعر بتاعها، فبالتالي الصنايعي بياخدها بسعر غالي جدا. بس في جهود من الدوله كتيره جدا دلوقتي ان هي تحد من ده، وفي نفس الوقت انا عايزه اقول حاجه، استعمال خامات بديله بما انها لا تؤثر على التصميم او على لو حاجه بنستعملها على الجسم لا تؤثر على البشره او بتعمل اي مشاكل وبتحافظ على الوظيفه وعلى المنتج النهائي، ايه المشكله ان احنا نستعمل خامه بديله؟ لكن بتاثر على المنافسه، القدره التنافسيه، يعني فيما يتعلق مثلا بمعرض دولي مثلا، هقول لحضرتك ممكن يبقى ده، بس احيانا بيبقى استعمال الخامه البديله بيدي نوع من الابتكار وتخلي الاقبال عليه ازيد، يعني انت لما باخد الشكل ده متعارف عليه بنفس الالوان بنفس الشكل فاشتريته مره مش هشتريه تاني، لكن لما اروح الاقيه متنفس بالوان مختلفه بخامه مختلفه هقتنيه اكتر، وممكن اقتني بدل واحده 2 و3 واخد وهدي اصحابي، فاحيانا بيبقى ليها برضو جانب ايجابي، اللي الناس كمان بتزهق عايزه الجديد، كله عايز يغير، مش عايز نفضل على نفس الريتم او نفس الشكل بنفس الالوان، فده احيانا بيعمل نوع من الروائج، يعني انا عايزه اقول حك المعرض اللي بيتعمل في ارض المعارض، يمكن كمان كام يوم في معرض تاني في ارض المعارض عن الحرف التقليديه، ده بيبقى فيه صناع من جميع محافظات مصر بجميع الحرف، ورش، فنانين، يعني بكل التخصصات، وبيتعمل مثلا الجناح ده كده مثلا في النسيج، هنا الحلي، هنا الجلود، فبتبقى القدرة التنافسية بينهم بقى، انت عارفة يعني ايه محلات باكيات جنب بعض نفس المنتج، اللي بيحصل هنا المنافسة بينهم على تصميم، على في بعض الاوقات على الخامة وعلى الفينش بتاعهم،
لان انا ممكن استعمل خامه بديله لكن اعمل فينش عالي قوي قوي، اخلي الناس كلها تلف عليا المعرض. وده احيانا بيحصل، انت بتقعدي تلفي المعرض لمنتج معين او اسم معين، انت عايزه تروحيني عارفه انه عارض حاجه جديده وانت عايزه تقتنيها، بتقعدي تلفي على رجلك المعرض كله عشان توصلي له عشان تشتريها. فدي برضو ميزه، انا من وجهه نظري انها مش عيب، دي ميزه. صناعة زي صناعة الفخار اليدوي بتحتاج أفران، ممكن أفران تكلفتها عالية جدا، وده عائق من عوائق صناعة تجويد صناعة الفخار في مصر. هل هقول هناك فكرة لتوجيه الاستثمارات في هذه الصناعة مثلا؟ هقول لحضرتك، الافران دلوقتي بدا يبقى فيه استخدام خامات بديله، بقى الفرن بيتكلف تكلفه اقل، فدي ساعدت الخامات البديله، ما بقاش لازم نفس الخامات، لا اتوجدت خامات تانية بتدي نفس درجه الحراره بنفس الشكل بنفس الكواليتي لما بتحرقي فيه، فبالتالي بداوا ان هم يستعملوا الخامات البديله، فالفرن بقت تقف تكلفته دلوقتي اقدر اقول لك ان هو ممكن توصل لتلت الفرن اللي كنا بنشتريه، معقول؟ فبالتالي دوت عمل نوع من الرواج. وبدأنا نسمع ناس كتيرة جدا دلوقتي بتشتغل خزف وعندها أفران، وبقى في أفران بتشتغل حتى على كهرباء البيت مش محتاجة 3 فاز والحاجات دي، فبقى سهل حد عنده مكان بيقدر ان هو يعمل فيه فرن، مش لازم يبقى فرن كبير قوي لكن يقدر يعمل فرن ويشتغل ويحرق، فبقتش التكلفة زي الأول. فبالتالي انت دلوقتي بتسمعي على أسماء ناس كتيرة جدا طلعت شباب عاملين ده، وبدأ يبقى فيه جهود مثلا 2 3 تخصصات مختلفة عن بعض، بقوا بيعملوا براند باسمهم وبيشتغلوا 3 تخصصات مع بعض او نفس التخصص، وبيتفقوا ان هم يشتغلوا على يوحدوا الاسم بينهم وبيشتغلوا زي شركة بينهم وبيشتغلوا بيه. فبدأ يبقى الحرف والصناعة والافراد اللي بيشتغلوها كتير جدا جدا. وحاجة ماشية في المعرض بتقعدي تختاري، يعني الخزف في المعرض بتاع اتش اس الاخير كان كمية الخزف المعروض كتير جدا جدا من أماكن مختلفة. قدرته على المنافسة ايه؟ قدرته على المنافسة، لا كان في منافسة ليه بقى؟ التصميمات المختلفة والألوان اللي استخدمت خلاكي طول ما انت ماشية هشتري من ده ولا هشتري من ده؟ كمان الالوان البراقه اللي بداوا يستعملوها بدا يخليكي، يعني ما بقتش الالوان المتعارف عليها اللي هي الغامقه والحاجات دي، لا بدا يبقى فيه لون احمر، لون اصفر، لون اورنج، لون بينك، لون تركواز، ما كانش متعارف عليه في الخزف. فده بيخليكي وانت ماشيه، طب انا هاخد الفازه دي هتلاقيها عندي، طب اروح عند فلان لا ده عامل درجه لون احمر حلو قوي انا محتاجاها. فانت بدا يبقى المنافسه غير التصميم، الدرجات اللي بتستخدم، فبدات تجذب عينك انت وانت ماشيه. طبيعي الانسان وهو ماشي اكتر حاجه بتلفت النظر اللون من بعد، طيب فده كان متوفر جدا. يعني مشكله الخزف المصري ان وزنه تقيل عن الخزف الغربي او المستورد، دي بقى نظرا للخامه اللي ما هي بتستعمل، المشكله؟ الخامه اللي هناك يعني عمليه خامه مدى غير هنا. عمليه العمليه بتاعتها ان يعني برضو دلوقتي الفنانين بداوا يخلوا بالهم من حته التقل دي، بس برضو نظرا لان الخامه نفسها بتدي طول، ده بره بيستعملوا خامه تانية فبتبقى اخف، لكن مازال انت محتفظه بالخزف المصري بتاعك. يعني انت اي حد لما بيجي لك من بره، لا عايز حتى لو هياخد فازه صغيره معاه او اي ايا كان، مج، لوحه، طبق، اي حاجه خزف، عايز يقتني الخزف المصري اللي هو بيسمع عنه حتى لو تقيل. طيب فيما يتعلق بصناعه الجلود مثلا، التصميمات هايله جدا والمشغولات هايله جدا، بس برضو خامه الجلد محتاجه تخف شويه، برضو بتبقى تقيله شويه. لا دلوقتي بقى بيستعملوا، ده انا لسه شايفه في ورش دلوقتي بقت بتستعمل، بقى احنا متعارف عليه ان احنا كان في الشنط دايما بنستعمل اللي هي مثلا زي شنط اللابتوب والشنط اللي انت هتشيلي فيها ورق تقيل، بنستعمل الجلد اللي هو الكواري التخين، والجلد الحوري الخفيف كان بيستعمل شنط اليد او المحافظ. لا دلوقتي بقوا بيشتغلوا بالجلد الكواري الخفيف ده، بيعملوا منه شنط اللابتوب، بيعملوا تقويه من جوه، فبدا يبقى الشغل مش بيحطوا كرتون بس عشان الجلد يبقى واقف كويس لان الجلد خفيف جدا، فبدا يبقى عندك الشنطه مش تقيله لكنها جلد طبيعي تحطي فيها لابتوب وما تتقطعش وتبقى متقفله كويس قوي ومتينه. فده بالعكس، ده دلوقتي بدا، عشان كده بقول لحضرتك في طفره في الحرف التقليديه وتنويعه الخامات، او ان انا بستخدم خامات بديله انا شايفه انه في صالح الحرف، مع الحفاظ على نقطة مهمة جدا ان انا عندي جزء تراثي لازم احافظ عليه، لا اغفله عندي. يعني انا زي ما انا بعمل حرف تقليدية مودرن
ايا كان، في الخامه، في التصميم، في الحجم، في الوزن، في كل الحاجات دي، لازم يبقى عندي المنتج اللي ما حدش يقدر يضاهيني فيه في العالم كله، التراثي بتاعي اللي انا بنتجه، اللي هو بيحمل كل مقومات وكل مواصفات التراث. طيب كيف يمكن أن نجري مقارنة مثلا بين يعني المغرب مثلا عندهم، وتونس عندهم فخار برضو، عندهم فخار وأشكال وعندهم جلد وعندهم مختلفة، كل خامات نفس زينا. تقريبا نفس هي الحرف في الغالب معظم الدول احنا قريبين لبعض. يعني كيف يمكن أن تكون المنافسة، وهل هناك منافسة فعلا بيننا وبينهم؟ بس هقول لحضرتك يعني المنافسة موجودة في الخامات، لان هم عندهم سعر الخامات مختلف عن عندنا، احنا خاماتنا اغلى، هم عندهم سعر الخامات ارخص من عندنا، مع الايدي العامله عندهم ارخص من عندنا، فدي برضو نقطه في التنافس. لما تيجي تعرضي بقى في معرض دولي بره بيقابلك ده، انت المنتج واقف عليك عشان يخرج ويطلع للتصدير بسعر غالي، هناك السعر عندهم مش غالي، فهي دي اللي بتقف قصادنا في كمنافسه لو انت هتنزلي في معرض دولي. طب ما دي منافسة كبيرة جدا يعني، وتقريبا نفس الفكرة يعني، او قريبين من بعض ما هي دي صح، لحد بس كبير. انا عايزه اقولك برضو الناس بتبقى بتدور على ميد ان ايجيبت، دي ميزه على فكره، حتى في المعارض بيدوروا على المنتج المصري ان هم عايزين يقتنوه، ودايما في المعارض الخارجيه دايما تبقى الحاجات صغيره، ما بيحطوش حاجات كبيره في الحجم، عشان طبعا الوزن بتاعها والشحن والحاجات دي كلها بتتاثر بيها. فانت لما بتشوفي بره الناس، المعرض بالذات المعرض الدولي بكل الاجنحه وكل العالم معارض، فانت بتشوفي الاجانب او حتى العرب هم داخلين عايزين يقتنوا حتى لو بيسز واحده من عندك، فدي برضو ميزه ان انت عندك المنتج المصري معروف على مستوى العالم ان هو من اجود الصناعات، فالناس بتقتنيه برضو حتى لو سعره اغلى من التاني، يعني دي برضو نقطه مهمه، يعني انا ممكن اقتني حاجه صغيره لكن بسعر غالي، بس انا عايزه احتفظ باني شاريه منتج مصري فبروح اشتريه. طيب وزارة الآثار عملت مؤتمر في متحف النسيج، يعني ماذا عن النسيج اليدوي المصري، وهل هناك اهتمام بالنسيج اليدوي المصري؟ طبعا متحف النسيج اللي موجود في شارع المعز متحف بصراحه قيم جدا جدا، في مراحل صناعه الغزل والنسيج على مر العصور، بطريقه التنظيف، بطريقه التفصيل، بطريقه ازاي نسجوه، ازاي طرزوه، يعني المراحل التاريخيه دي كلها موجوده في المتحف. لكن احنا الدوله مهتمه جدا بالنسيج دلوقتي، احنا عندنا في على مساحه ارض مش فاكره الرقم بتاعه بس مساحه كبيره جدا في مدينه السادات، عندنا بيتم حاليا انشاء 586 مصنع للغزل والنسيج والملابس. الريس وضع حجر الاساس بتاعهم واعلن عنهم من حوالي 3 شهور دلوقتي بالظبط، وبداوا يشتغلوا عليه علشان نرجع تاني يبقى عندنا المصانع بتاعتنا المصريه، زي ما هنرجع نزرع تاني قطن طويل التيله، القطن بتاعنا، فانت عندك الصناعه المصريه هترجع تاني زي زمان، يعني مصانع بتاعت محله اتقفلت بتعمل لها تطوير دلوقتي بترجع تشتغل، فانت هيرجع تاني. احنا كان لينا الرياده في النسيج، معروف النسيج المصري، ولغايه دلوقتي لما بتسافري بره بتلاقي ان البنطلونات الغاليه اللي هي القطن المصري اغلى من اي حاجه تانيه، وبتشتريها وممكن ما تاخديش بالك عن الماركه ايه او الاصل ايه، ترجعي مصر تقولي ايه ده انا جايبه بنطلون مصري من بره. ليه؟ احنا متميزين بالنسيج. مصر دلوقتي بترجع بالظبط زي زمان، انشاء المصانع وتشغيل المصانع القديمه بتاعت المحله، توفير الايدي العامله بصراحه، لان هم دلوقتي اولا الشباب اللي بيتخرجوا، احنا عندنا اقسام نسيج وغزل وملابس في الكليات، فانت عندك الشباب اللي بيتخرج من ده بدل ما كان بيروح يشتغل مثلا بيعمل اتيليه او ده، لا المصانع طالباه يروح يشتغل في المصانع، وبيقدموا فرص حلوه جدا بمرتب كويس جدا للشباب. طيب ده بالنسبه للمصانع الالات، لكن انا بسال على الانوال، يعني مصر كانت في الستينات والخمسينات كان فيها انوال لصناعه قصدك على النسيج بقى اللي هو اليدوي والكليم والحاجات دي. طبعا احنا ما زلنا مشهورين بيه لغايه دلوقتي، وما زلنا يعني الكتان لسه مشهورين، الكتان المصري لسه طبعا بيتعمل في مصر. ولما بتسافري بره ده احنا بنشتريه من بره، يمكن مش متوفر في مصر قد ما بتشتريه من بره، يعني بتلاقيه متوفر جدا، وبتعرفي ان ده كتان مصري من اي كتان تاني، من القماشه، من الملمس بتاع القماش نفسه، من اذا كان بيكرمش ولا ما بيكرمش، معالج كيماوي ولا ما بيعالجش،
ده موجود، يعني بالعكس ده احنا ما زلنا متميزين بيه. كان زمان اسر برضو في البيوت، وفي الانوال في البيوت، ومتوزع في يعني في كصناعه تقوم بها الاسر. يعني هل هناك فكره لاعاده مثل هنا هذه موجود بس قليل، مش هقول لك قوي لسه، لان لا في عائلات كتيره بطلت انها تشتغل فيه. ده من الستينات بطلوا لا تقريبا، يعني يعني ده الفتره اللي فاتت في ناس بتشتغل، بس العدد ما بقاش زي زمان. ويمكن برضو منطقه كرداسه للاسف يعني ايه، نظرا للظروف الامنيه اللي حصلت فيها اتاثرت جامد جدا بالموضوع ده. انت عارفه ان في مدارس ومصانع موجوده في المنطقه دي كلها كانت للسجاد اليدوي والصوف والحرير والحاجات دي، اتاثرت جدا جدا بالده، بقى صعب الوصول للمنطقه، فبالتالي ما بقاش حتى السياحه ما بقتش بتروح هناك زي الاول. طب كيف يمكن استعادة كرداسة مرة أخرى كمنطقة حيوية طبعا دي منطقه مهمه للصناعات جدا من اليدوية؟ ضمن الاماكن اللي كانت مشهوره عالميا. يعني انا افتكر وانا صغيره ما كنتش اعرف كرداسه، الاجانب بره كانوا عارفينها وكانوا بيسالون عليها يعني، وانا كنت يعني منطقه سكني قريبه كمان منهم مش بعيده، بس ما كنتش رحتها وما اعرفش ايه اللي فيها. كنت بلاقي اصحابي الاجانب يسالوني، فبقيت اسال هم عارفين عننا ازاي، عشان هم بيجوا عارفين كل الاماكن اللي بيبقى عندي فيها صناعات صغيره او بيشتروا مني، فبالتالي هم بيروحوا يدوروا عليها عندهم معلومات عن احنا ما عندنا. يعني دي بقى محتاجة تكاتف الدولة شوية عشان المنطقة ترجع زي ما كانت، ان هي تسترد دي. وده بيتهيألي مع الجهود اللي هتتم الايام الجاية، مع زيادة السياحة، مع زيادة السياحة في مصر، مع ان المصانع كلها بترجع، مع طبعا انتشار الامن كويس جدا عندنا في مصر، ده هيخلي ان المنطقة تستعيد سمعتها ورواجها في الشغل. فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية، في أكثر من جمعية أهلية معنية بالصناعات الصناعات اليدوية، الصغيرة الحرف اليدوية، أو. ما دور هذه الجمعيات؟ وهل فعلا هي لها تأثير فاعل في عملية الحرف التقليدية؟ هقول لحضرتك، هي الجمعيات دلوقتي بتعمل حاجه كويسه قوي، ان هما دلوقتي بقوا بيشتغلوا على ارض الواقع، بينزلوا بياخدوا منطقه يتعاملوا مع في المنطقه دي من خلال ان هما بيعملوا تدريب ويدربوا السيدات على الحرفه، بيجيبوا مدرب يكون حد متخصص في المجال اللي هما بيدربوه، وان هما بيروحوا بعد كده بعد السيدات او الشباب ما يتم تدريبهم بياخدوا المنتج بتاعه بيبيعوه، وبعدين بيدوا الفلوس للشباب اللي هما اتدرب. بس طبعا مش بيدوهم، خلينا صراحة انا هبقى صريحة شوية، مش بيدوهم طبعا مكسب كله، هما بيدوهم نسبة او بيدوهم جزء من الفلوس، وبقية الفلوس بتروح للجمعية، لان ده بيبقى ما الجمعية هي صرفت وكلفت وعايزة تسترد ده. بجانب ده المجلس القومي للمرأة بيقوم بجانب كبير جدا في الموضوع دوت، ان هو بينزل بيسافر لغاية القرى والافقر قرى بصراحة، وبيروحوا يدربوا السيدات على مهن مختلفة، وبعد ما بيدربوهم بيجاخدوا المنتج بتاعهم يسوقوه ويبيعوه، والسيدات بتاخد فلوسها كاملة. يعني القطعة دي كلفت كذا هتتباع بكذا، المجلس ما بياخدش ولا مليم، والسيدات هم اللي بياخدوا الفلوس. فدي برضو ده من ضمن الحاجات تعمل ده. وده برضو عايز اقول لحضرتك ان الجمعيات، هرجع للجمعيات، ان ده ليها دور كبير جدا في خدمة المجتمع، ان هم لازم كل منطقة، احنا عندنا عدد جمعيات كبير جدا على فكرة في مصر. صحيح. يعني هل يعني كل هذه الجمعيات فاعلة فعلا فيما مش يتعلق ب كلها، يعني هبقى صريحة مش كلها، وفي بعض جمعيات بتعلن عن مشاريع وبيجيب منتجات جاهزة والمراحل في النص ما بتتمش، لكن بنصور المنتج النهائي ان احنا شارينه عن ان هو المنتجات بس، بيبقوا معروفين يعني. يعني بصي، الجمعيات اللي بتشتغل بجد معروفة، والجمعيات اللي هي ما بتشتغلش بجد وبيجيب منتج كده وتعرضه في الاخر بس عشان تقول قدام الناس ان انا اشتغلت، برضو معروفة. لكن الجمعيات اللي بتشتغل على ارض الواقع بجد وبتعمل، ليه؟ لان هي بتتابع وبتشوفيها منزله مراحل الشغل ومراحل يعني عارفه ايه، والتدريب شغال والناس بتتدرب والناس بتنتج، وبتروحي تسالي الناس بتلاقيهم اتعلموا بجد، فانت بتعرفي الناس اللي الجمعيه دربتهم بجد عن الجمعيه اللي هي مثلا جابتهم وصورتهم. وانا لما اجي اسال حضرتك في حاجه حضرتك عاملاها مثلا زي الجاكيت حضرتك عاملاه او العوضه اللي حضرتك لابساه، انا هسالك في تفاصيل هعرف منها اذا كان حضرتك اللي صنعتيه ولا لا. لكن لما الاقي بس شباب واقف مش عارف اي حاجه، يبقى لا يمكن هو اللي صنع ده، فبيتعرف على طول ان ده مش ايديهم اللي اشتغلت. وبعدين دايما الشباب اللي بيشتغل بايديه او اللي هو بيتعلم فخور قوي بالشغل اللي عمله. يعني انا مثلا لما بلبس حاجه من شغلي فخوره جدا ان انا لابسه شغلي، والناس تقعد تسالني الله ده مني، او انا عارضه شغلي كل يجي اقول له ايه ده شغلي، فخوره باللي انا عملت. لما تلاقي شباب واقفين في المعرض، الموضوع
مش فارق بالنسبه لهم خالص. فحتى بدون ما تسالي بتبقي عارفه ان مش منش الشباب ده اللي عمل الشغل. لكن بجانب ده عشان لا يعني لا نغفل حق الجمعيات، في جمعيات قايمه بدورها كبير جدا جدا، بتعلم وبتساعدهم وبتسوق وبتنتج وممكن تاخد شغلهم تسوقه بره لو في فرصه. وكميه الجمعيات اللي بتحاول تساعد السيدات او الشباب دلوقتي بجد كتيره. يعني انا عن نفسي بيطلبوني كتير ان مثلا محتاجين اساعدهم في حاجه، او اوجههم ازاي يشتغل، او مثلا عايزيني انزل ادرب عندهم. فبتلاقي اللي بيكلمك ده بجد بيتكلم بجد، مش بيتكلم كده، لا بيتكلم ان هو عايز يعلم الشباب، والشباب دي لما هتتخرج طب ايه التسويق بتاع، وتلاقيه بيناقشك التسويق بتاعها هتبقى ازاي، طب ايه المعارض الموجوده في مصر، طب ايه الموجوده المعارض على الخريطه بره اللي هي كجمعيه تقدر تطلع تشارك فيها، طب الشحن قد ايه، طب تكاليف التصدير قد ايه. فبتلاقي ان المناقشات دي بتحس اللي قصادك بجد قلبه على البلد وعايز يعمل حاجة كويسة. يعني فيما يتعلق بالميزانيات او الدراسات الاقتصاديه للدول، بيبقى فيها الحرف التقليديه قد ايه الاستثمارات فيها وقد ايه الارباح فيها، فهل هذا مدروس في مصر؟ بصي طبعا مش هقدر يعني اقول اول معلومه، بس مؤكد لان وزاره الصناعه شغاله على الموضوع ده، عندها برضو عندها اماكن والورش اللي موجوده في مصر، مش في القاهره بس بقى، عندها في مصر كلها في كل المحافظات، عارفين فين الاماكن، مش حتى لو مش مسجله رسمي عندهم اعداد، بس ما يقدروش يعلنوا، هما بيعلنوا الاعداد اللي هي ليها بطاقه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، لكن هم عارفين بقيه الورش اللي بتشتغل، زائد ان هم على علم تماما بكل الصناعات فين تواجدها في مصر والمشاكل بتاعتها، وبيشتغلوا على خطه 2030 في الحرف التقليديه. فبالتالي ما هو هي هذه الخطة دكتورة؟ الخطة هل تستهدف زيادة الاستثمارات في قطاع الحرف التقليدية؟ طبعا زيادة الاستثمارات وإقامة المعارض، وإن إزاي إن أنت تقدري تجمعي الصناعات في أماكن بيئية صحية تقدر الناس تروح توصل لهم فيها. إحنا سمعنا عن أماكن كتيرة اتنقلت من أو صناعات اتنقلت من أماكنها راحت أماكن بديلة الدولة وفرتها، بإن أنت تقدري تروحي يعني يبقى مش في وسط السكن، ما بيعملش مشاكل صحية، إن هم يقدروا يروحوا يقعدوا يشتغلوا هناك، وفرت مواصلات في الأماكن دي. فبالتالي أنت بتساعدي على التنمية، انت بره بتسافري مثلا بتنزلي سوق كبير هو نفس المنتج بيتباع فيه بس افراد مختلفين. فالوزاره شغاله على ازاي ان انت 2030 زي ما الدوله كلها عندها خطه للموضوع لكل التخصصات، لا وزاره الصناعه شغالين، بس وزاره الصناعه مقسماها تخصصات. يعني مثلا الحلي ليه لجان بيشتغلوا، الملابس، الرخام، النسيج، يعني تخصصات حتى دقيقة جوه التخصص مقسمينها بيشتغلوا عليها بجد، بيعملوا دراسات، بينزلوا يعملوا دراسات مسحية، بيعرفوا الأماكن فين، بيشوفوا ايه المعوقات، الخامات، طب ايه الخامات البديلة، طب انا وانا بنقل مثلا الرخام ايه المشاكل اللي قابلتني، طب ما لو في حتة تانية فيها رخام اقرب او اعمل مصنع. يعني بدأوا ان هم بيخشوا في المعوقات نفسها بجد اللي هي تساعد على ان انت تنتجي وتصدري ويبقى عندك تنميه، مش بس المشاكل من بره، لا بينزلوا يقعدوا يسالوا الناس حتى الصناعيه اللي هم بيشتغلوا داخل ورش، بيقعدوا يسالوهم ايه المعوقات اللي تقابلهم. يعني مثلا واحد بيشتغل في ورشه مثلا بيقعد 3 ساعات في المواصلات رايح و3 ساعات جاي، طب ده لما هيجي هينتج هيكون مرتاح؟ لا، يبقى انت محتاجه توفري له مكان يبات فيه اقرب للشغل عشان لما تجيبيه يقعد يشتغل من الصبح للليل يقدر ينتج لك، وده متاح دلوقتي. جميل. في ختام هذا الحوار أشكر الدكتورة وهاد سمير أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، ألف شكر يا فندم. ميرسي ميرسي ليكي. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حدوتة مصرية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. اسمك لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا بلادك مكانك، يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان. يا ناس يا ناس.